هذه الطفوف وتلك شم قبابها فاحطط رحالك في رحيب رحابها في روضة لم يخلق الباري لها فيما براه من الرياض مشابها فاقت على روض الجنان وكيف لا وأريجها من زعفران ترى بها كنا نقرأ احنا كنا نقرأها خلونا نروح ليلة جمعة خلينا نروح إلى كربلاء نزور الحسين نزور الشهداء نعم فامشي فاقت على روض الجنان وكيف لا وأريجها من زعفران تراب فامشي الهوينا قاصد القبب التي تتهافت الأملاك في أعتابها واجهد بنفسك أن تفوز بلثمة منها فيا طوبى لمن يحظى بها هنيئا للزوار بهالليلة المجتمعين عند الحسين ليلة الجمعة جاءوا من كل حدب وصوب يقول وإذا دنوت من الضريح فقف ولا تحبس دموعك فهو وقت صباب سلم سلم ليلة الجمعة وقل السلام عليك يا ابن المصطفى وقل السلام إيه ليش ما تسلم سلم هادي الورى لمعاشها ومآبها يا ابن الوصي المرتضى علم الهدى يا ابن الوصي المرتضى علم الهدى تبيان طرق ضلالها وصوابها سلم عليه يا ابن المطهرة البتول ومن غدا جبريل فوق العرش من خطابها يا وارث الحسن الزكي شقيقه وهما لدى الجنات خير شبابها اي كلنا حسين وحسين طلع من قلبك حسين سمع لصاحب الزمان حسن الزكي شقيقه وهما لدى الجنات خير شباب يا سيد الشهداء يا من رزقه عم الورى طرا عدا نصابها ثم الثم القبر الشريف فإنه من شأن أملاك السماء وذئبها بعد ذلك وين الروح يا شاعر وين الروح
يا شيخ حسن قال واقصد علي بن الحسين مسلما وبقية الشهداء من أطيافها. بعد باقي واحد بعد باقي قال لا سيما العباس بدر كمالها وشعاع نيرها وضوء شهابها. لكن يوصي الشاعر يوصي شي يقول وعد بقصدك لا تمر ببقعتين. اكو مكان في المشهد شي يسموه اخواني يسموه المنحر ها يقول هذا لا تمر عليه. ليش؟ قال وعد بقصدك لا تمر ببقعتين ذبح الحسين بها. وعدل بقصدك لا تمر ببقعتين ذبح الحسين بها دعي ضبا بها إني أخاف عليك أن تمر بها ألا توفي